وللتعرف أكثر على تفاصيل فوز الهيئة بهذه الجائزة يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف سعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة، نبارك لكم بالطبع هذا الإنجاز، حيث شهد تطبيق مجتمع واعي منذ بداية الجائحة حتى يومنا هذا إقبالا وتفاعلا ملموسا من قبل المواطنين والمقيمين، لا سيما من خلال خدماته الإلكترونية المتنوعة. نتعرف معك دكتور عن أبرز العوامل التي أسهمت في نجاح التطبيق وأبرز الإحصائيات كذلك المسجلة لدى الهيئة والتي تعكس حجم هذا التفاعل الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مساكم الله بالخير أخوي بسام، وأشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة المتميزة. يعني في الحقيقة منذ الأيام الأولى للجائحة طبعا جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر باستخدام التأكيد على استخدام أحدث التقنيات المتطورة لإيجاد حلول لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره. طبعا تم بالبدء يعني بالفعل في تطوير منظومة إلكترونية تعتمد على أحدث التقنيات باستخدام الأدوات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، ليظهر لنا تطبيق مجتمع واعي كمرجع فلم كلا رئيسي يخدم المواطنين والمقيمين في مواجهة الجائحة، وكذلك يخدم الصفوف الأمامية من الطاقم الطبي في إدارة عمليات الجائحة. يعني في الواقع يعني هذا التكريم يعني يأتي ليبرز قصة نجاح لفريق البحرين بالحد يعني من انتشار الوباء وتوفير القنوات والخدمات الإلكترونية اللي يعني اللي طورناها بشكل بسيط وسهل يمكن المواطنين والمقيمين بالتواصل مع الفريق الطبي واجراء جميع الخدمات المتعلقه بالجائحه في مكان واحد وبشكل ميسر وبسيط. يعني انا طبعا يعني في هذا المجال يعني احب يعني اكد واجب علينا التاكيد في الحقيقه بان نجاح التطبيق مجتمع واعي ما كان يتحقق لولا الدعم وقوه الترابط والتلاحم اللي عشناها وشهدناها مع كافه شركائنا في القطاع الحكومي والقطاع الخاص كذلك، يعني من اجل انجاح تطبيق مجتمع واعي ويعني ومواصله مسيره التحول الرقمي في مملكه البحرين. اذا رجعت لم تلخي بسام حق سؤالك وما يتعلق بالاحصائيات والعوامل، يعني اهم عوامل اكدت على نجاح هذا التطبيق هو السهوله استخدام التطبيق وتبسيط إجراءاته وعملياته، وكله بيكون جميع الخدمات موجودة في منظومة إلكترونية واحدة. يعني لو نتكلم اليوم لحد اليوم التطبيق يوفر أكثر من 30 خدمة إلكترونية متكاملة، يعني منها خدمات العموم وخدمات المصابين وخدمات كذلك حتى للمحجورين. وإحنا فخورين بأن عدد يعني مرات تحميل التطبيق يعني بلغت من مارس 2020 وهي أول أيام الجائحة إلا يومنا هذا أكثر من 3,700,000 مرة في التحميل، وعدد المسجلين النشيطين اللي يستخدمون التطبيق حاليا بشكل يومي إلى اليوم بلقوا 1,400,000 شخص في استخدام التطبيق. هذا طبعا رقم جدا كبير في استخدام التطبيق، يعني يدل على نجاح التطبيق وسهولة استخدامه وبساطة العمل فيه. أنا طبعا يعني في النهاية ما أحب إلا يعني أكد على شكرنا للقائمين على مؤتمر المدن الذكية واللجنة المنظمة للمؤتمر اللي عملت على تقييم المشاريع وطبعا وأهلت تطبيق مجتمع واعي ليكون هو طبعا في الصدارة. وأشكر لكم هذا اللقاء. نعم. يعطيكم العافية. شكرا لك سعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا على هذه المداخلة.